مرحبا بكم فلاش برونو. الأرقام المرشحة للفوز بسباق الثامن في تجمع اليوم هم: رقم واحد ممثل استابلات برانت، 4 انتصارات ومرتبتين. نتائج كترشحات الحصان القوي نيل المرتبة الأولى. رقم 2 مرواد ممثل استابلات السيد إبراهيم رشيد، يعتبر هو الآخر من أقوى المشاركين في السباق برغم تعثر الأخير في حلبة غولفستريم بارك. رقم 10 سيكون رفقة الراكب المتميز برات، حذاري من هذا الثنائي القوي. أرقام غت نفسها كل من رقم 8 رقم 7 ورقم 5. أما العنصر اللي ممكن يخلقوا المفاجأة في السباق فهم رقم 9 ورقم 6. كنتوا مع توقعات فلاش برونو، خليكم مع توقعات جريدة الديربي. حطينا العيون ديالنا على 3 ديال الخيور مرشحة قوية للفوز، رقم 3 ورقم 1 ورقم 7، الحيطة والحذر من رقم 16 ورقم 10 ورقم 9، تنقولوا المفاجأة ديال السباق رقم 8 ورقم 6. هذو كانوا أقوى أرقام السباق الثامن بتجمع بيغاسوس. حد موفق للجميع.